السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا اخي. حاضر يا شيخ. يا فضيلة الشيخ، انا كنت عايز اسأل حضرتك، يعني انا كنت عايز اتعلم تفسير وحديث. انا اتعلمت من فضيلتك يعني كل يوم مثلا ثلاث ايات او ثلاث احاديث، فانا بسأل يعني عايز حاجة سهلة يعني في التفسير، تفسير طبري ولا تفسير ابن كثير تنصحني بيها يا فضيلة الشيخ؟ والله انصحك بمختصر صحيح تفسير ابن كثير، مش التفسير بس المختصر، صحيح مختصر تفسير ابن كثير. أبداتي عند حضرتك يعني عندنا ولك نسخة هدية وهو منشور في مصر، أو عندك كتاب آخر في التفسير، تفسير شيخ أبي بكر الجزائري أيصر التفسير رحمه الله، سهل أيضا. وعندك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أيضا، اسمه تيسير الكريم المنان. هذه أشياء سهلة. نعم مش لا ما تقولش كده، تتوقع ما ظلمناك. حاضر يا شيخ. السلام عليكم.